أباقرة المدارس الموسم العاشر ومباراة مهمة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. الزهراء الخاصة بإسكندرية 70، بئر العبد شمال سينا 45. وحصل عندنا تغيير واحد بس في مدرسة بئر العبد، أحمد محمد رجع مكان أحمد حسام. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. باسل ويوسف، يوسف وباسل. يوسف انت هتبتدي الاول، باسل اتفضل عند سليم، هتسمع اغنية وترجع لنا تاني. يوسف كم سؤال؟ 10 اسئلة في 45 ثانية. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا، اتفقنا؟ حاول ما تضيعش اي وقت. نطمن على باسل. تمام. تحت الضغط كاونتر. من هو العالم اليوناني صاحب قانون الطفو؟ أرشميدس. صح. في أي قارة تقع مدينة سيدني؟ أستراليا. صح. كم عدد ألوان علم دولة كولومبيا؟ 3. صح. في عهد أي رئيس مصري راحل حدثت حرب الاستنزاف؟ جمال عبد الناصر. صح. من هو مخرج فيلم حدوتة مصرية؟ يوسف شاهين. صح. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر السيليكون؟ SI. صح. في أي رياضة جماعية احترف اللاعب الأمريكي كوبي براينت؟ كرة السلة. صح. ما هو نظام الحكم في دولة كامبوديا؟ جمهوري. غلط. كم عدد حروف كلمة انتماء؟ 5. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور هندي في فيلم كده رضا؟ أحمد حلمي. غلط. كويس، برافو عليك. اتفضل يا يوسف. كم إجابة صح؟ 7. 7 أسئلة ب 35 نقطة، برافو عليك. لازم تبقوا عارفين إيه اللي بيحصل في تحت الضغط. لو السؤال اتجاوب غلط مش بعيده تاني، ولكن لو في فرصة ثانيتين تلاتة لسؤال اتقال عليه باس ممكن ارجع اقوله تاني، فهمت؟ عشان كده كان عندك 3 ثواني بس ما قدرتش ارجع لك لان انت ما قلتش باس على ولا سؤال. سليم عايزين باسل انضم لينا من فضلك. بس 7 أسئلة في 35، برافو عليك باسل. اتفضل. يوسف صعب عليك المأمورية، مش عايز اعرف. مش عايز تعرف. تمام. حاول ما تضيعش اي وقت. تحت الضغط كاونتر. من هو العالم اليوناني صاحب قانون الطفو؟ اقليدس. غلط. في اي قارة تقع مدينة سيدني؟ استراليا. صح. كم عدد الوان علم دولة كولومبيا؟ 4. غلط. في عهد اي رئيس مصري راحل حدثت حرب الاستنزاف؟ محمد أنور السادات. غلط. من هو مخرج فيلم حدوتة مصرية؟ بس. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر السيليكون؟ SI. صح. في أي رياضة جماعية احترف اللاعب الأمريكي كوبي براينت؟ رجبي. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة كامبوديا؟ ملك. صح. كم عدد حروف كلمة انتماء؟ 6. صح. من هو الفنان الذي قام بدور هندي في فيلم كده رضا؟ لطفي بيب. صح. في الثانية الأخيرة تفضل. كم إجابة صح يا باسل؟ عندك 5 إجابات صحيحة ب25 نقطة، ولكن يوسف عنده 7 إجابات صحيحة ب35 نقطة، ويا باسل هتديله 10 نقط هدية. كلنا نحيي باسل ويوسف، تفضل. أجمل حاجة بقى إن كل الأسئلة اتجاوبت، ال10 أسئلة اتجاوبوا، حتى 3 أسئلة اللي انت يا يوسف ما جاوبتهمش جاوبهم باسل. النتيجة يا باسل كانت كام؟ 45. و25 نقطة بقيتوا كام؟ 70. 70 مدرسة بئر العبد شمال سينا. يوسف كنتوا كام؟ 70. و35 و10 نقطة هدية بقيتوا كام؟ 115. 115 الزهراء الخاصة اسكندرية. بصوا لسه الفرصة موجودة، الفقرة اللي جاية ممكن ترجعكوا تاني في المباراة إن شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة المدرسة واحدة بس، وأول 2 مؤمن وشهد، شهد ومؤمن. وأول سؤال والهدف الأول. 70 و25. 95. 95 115، يعني فرق سؤال واحد في عجلة الحظ.
115 و25 كام؟ 140. تاخدوا نفس. السؤال الأول، أدب، من هو الكاتب الراحل صاحب المجموعة القصصية عقل بلا جسد؟ العقاد. العقاد إجابة خاطئة. كنت بتحاولي تدوسي على البازر، تفضلي. أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق الهدف الأول. برافو عليك يا شاهد، الهدف الأول لمدرسة الزهراء الخاصة، باسل وزينة، زينة وباسل. محتاج تتعادل يا باسل وزينة، لو جاوبتي يبقى معاكوا هدفين، قربتي ترجع ب 25 نقطة إن شاء الله. السؤال الثاني، فنون، من هو الفنان الذي قام بدور منعم في مسلسل خيانة عهد؟ رمضان 2020، بطولة يسرى وحلا شيحة، مين؟ بيومي فؤاد. بيومي فؤاد الهدف الثاني. بيومي فؤاد الهدف الثاني، والزهراء قربتوا ترجعوا ب 25 نقطة. يوسف وأحمد محمد، أحمد محمد ويوسف روح رياضية. أحمد محمد ازيك؟ الله يخليك. عايز تخش حربية إن شاء الله. قول لي تفكر ازاي؟ هو يعني مع قراءة التاريخ وكده، وإن في أبطال كتير بيضحوا بحياتهم عشان بلادهم وفي مصر كتير طبعا وكده، فأنا إن شاء الله عايز أبقى واحد منهم اللي بفدي روحي لأجل بلده. يعني أنت من الأول داخل عايز تستشهد بالراحة شوية؟ أيوة، ما أكيد يعني بالعمل الجاد والاجتهاد، يا نصر يا شهاد. وبإذن الله نصر إن شاء الله. بإذن الله. برافو عليك يا أحمد، كلنا نحيي أحمد محمد. والله الواحد لما بيسمعكم كده بيطمن على البلد، إن شاء الله بيبقى عارف إن مصر بخير. السؤال الثالث، تاريخ، إلى أي إمبراطورية كان يتبع برلمان المبعوثين؟ الإمبراطورية اليونانية. الإمبراطورية اليونانية إجابة خاطئة. بص يا أحمد، لو جاوبت غلط اتحسم الموضوع، 25 نقطة راحوا اسكندرية. دوس على البازر. الإمبراطورية البريطانية. الإمبراطورية البريطانية للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الإمبراطورية العثمانية. تفضلوا. أول برلمان عثماني أسسه عبد الحميد الثاني. كده النتيجة اتغيرت، 140 الزهراء الخاصة اسكندرية، بئر العبد شمال سينا 70. ماتش النهاردة ماتش خبرة، الزهراء الخاصة عندهم خبرة، عارفين يتعاملوا مع المباراة. بئر العبد بتشارك لأول مرة، توتر فرق معاهم جدا. إجابات كتير كانت موجودة بس عامل التوتر ضيع من التفكير في الإجابات. الحمد لله نجحت إن أنا أجيب الهدف اللي خلينا نرجع بضربات الجزاء وال 25 نقطة. الهدف الثاني. مشاركتنا لأول مرة في البرنامج ده أثر علينا من ناحية الخبرة وعلى إجاباتنا، حتى لو كنا مستعدين كويس للمشاركة. حاجة الحظ هيبقى ليها دور ولا لأ مش عارف. الأمل موجود؟ آه موجود، ولكن صعب. أكيد هيرجعوا يستعدوا، هيحاولوا يقوموا من نفسهم. نروح نشوف عجلة الحظ هتودينا فين، وماتش النهاردة هينتهي إزاي. السكور بعيد، الأمل بقى ضعيف، موجود بس ضعيف. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 95 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 190 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 420 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.